بالأرقام نستعرض القيمة السوقية للدوريات العشرة الأقوى عالمياً. الدوري الإنجليزي في الصدارة بقيمة تصل إلى 11.3 مليار يورو، الدوري الإسباني ثانياً ب 4.6 مليار يورو لهذا الموسم. الدوري الإيطالي يقارب الدوري الإسباني في الأرقام بنحو 4.5 مليار يورو. ثم يأتي الدوري الألماني في المركز الرابع بنحو 3.9 مليار يورو كقيمة سوقية، وجاء الدوري الفرنسي خامسا بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار يورو، ويحل الدوري البرتغالي في المرتبة السادسة بقيمة سوقية تصل إلى 1.24 مليار يورو، ويحل الدوري البرازيلي في المرتبة السابعة بنحو 1.1 مليار يورو. أما الدوري الأرجنتيني فجاء في المركز الثامن بنحو مليار يورو، ولحقه الدوري الهولندي بالمركز التاسع بما يزيد عن 900 مليون يورو، وجاء الدوري السعودي في المركز العاشر بما يزيد عن 780 مليون يورو. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.